بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم أول محاضرة في الكارديو فاسكولار فيسيولوجي. تمام، أحدثكم أخوكم دكتور حلواني، دكتور إبراهيم الحلواني. أول حاجة هنتكلم فيها هي الكاردياك سايكل. ايه هي الكاردياك سايكل؟ هي طبعا الهارت عبارة عن كذا حاجة شغالة مع بعض in a very good and dynamic way. فلو احنا خدنا as a global هتبقى محيرة جدا وملخبطة، فاحنا هنفكها الى الكومبوننتس الاساسية بتاعتها ونبدأ نستوعبها حتة حتة علشان نبقى فاهمين ايه هي الكاردياك سايكل. بدء زي بدء كده، الكاردياك سايكل عندنا ايه الفيزز؟ عندنا دايستولي وسيستولي. جميل، واتفق ان الستارت بتاع الكاردياك سايكل بيبدا من اواخر الدايستولي. ليه؟ هنقول بعدين. طيب جلوبالي سبيكينج كده ايه الفرق؟ خد بالك، عارف انت لو انت مثلا واقف راكن على الحيطة، واحد اهو واقف وراكن على الحيطة، تمام، وبعد كده قرر ان هو يمشي، فأول حاجة هو يشيل ايده من على الحيطة، تمام، فأصبح جسمه مشدود وبعد كده مشي. اللحظة اللي هو شال ايده من على الحيطة، الأول كان مريح على الحيطة، أول ما شال ايده جسمه اتشد، يعني حصل زي كونتراكشن عنده في عضلات جسمه بعد ما كان مريح ظهره على الحيطة، حصل كونتراكشن بس ما حصلش حركه، يعني ما حصلش موفمنت، يعني في تون حصل بس ما حصلش موفمنت. بعد كده حصل كونتراكشن تون في المصل وبعد كده حصل موفمنت. نفس الفكره قريبه جدا في اللي بيحصل في الهارت. الاول بيكون الهارت مريح، ف بيبقى ما فيهوش تون. جميل، وبعد كده بيبدا الهارت يتحرك. فاول مرحله في الدايستولي بيسموها ايزو فوليميك، الحاله الايه الاولانيه. وفي السيستولي برضه عندي اول حاجه اللي هي الايزو فوليميك. ايزو يعني ايه؟ ايزو يعني بدون حركه. فوليميك في الدايستول انت حضرتك واقف على الجدار ورحت مريح على الجدار، انت ما اتحركتش، لكن اللي اختلف التون عندك. فلو التون راح يبقى ايزومتريك ريلاكسيشن، ايزو ثابت، فوليميك ريلاكسيشن. وفي السيستول هيبقى ايزو فوليميك، تمام، كونتراكشن. دي المرحله الاولانيه. بعد كده في الدايستولي الهارت بيريح وبيكبر بيوسع، فبيحصل فيلينج، تمام. وفي السيستولي بيحصل ايجكشن، كلام فيري سيمبل. يبقى انا تو سايكلز هنا او تو كومبوننتس بتاع السيستول، ايزوفوليميك وايجكشن، كونتراكشن وايجكشن، وايزوفوليميك ريلاكسيشن وفيلينج. الفيلينج ده بيبقى ثلاث مراحل شويه، بيسموه الرابيد او الايرلي اللي في الاول، والتاني اللي هو الليت او السلو، والتالت اللي هو الاكتف اللي هو بتاع الاتريال كونتراكشن. يعني ايه؟ يعني تخيل حضرتك ادي الاتريوم اهو، تمام، اول حاجه الحاج ده وسع جامد، البريشر نزل جامد هنا، والاتريال ده مليان على الاخر، فهيقوم مفضي بسرعه في الاول. بعد التفضيه الفنتركل بدا يتملي، فاكيد بعد شوية وقت هيبقى الفيلنج مش بنفس السرعة بتاعت الأول. في النهاية هيبقى فاضل شوية بلد موجودين في الاتريوم لسه، لأن الفنتركل خلاص اتملى، تمام، فالاتريوم بينقبض علشان يدخله. ده بيبقى حوالي خمس الفيلنج اللي هو الاكتف بتاع الكونتراكشن ده اللي هو 20%. جميل، نفس فكرة وانت بتركب الميكروباص. في الأول أول واحد بيخش الميكروباص بيركبه بسرعة جدا،
بعد كده الناس بتركب بتبقى أبطأ شوية، لأن بدأت العربية تتملي وده بيركب جنب ده وبيظبط، وفي النهاية بيحطوا ثلاثة أربعة كده والسواق بيزقهم برجله قبل ما يقفل عليهم الباب. سميها بقى المترو، سميها الميكروباص، هي نفس الفيلينج ده. تمام، 3 مراحل. تمام. طيب علشان ما نتوهش هنعمل كيرفز توضح لنا الكومبوننتس بتاعت الكاردياك سايكل. احنا عندنا بنرسم في الكاردياك سايكل الاي سي جي، وبنركب معاه الهارت ساوندز، وبنركب معاهم السي في بي سنترال فينس بريشر، وبنركب معاهم ال في بريشر، وبنركب معاهم الاورتيك بريشر، الخماسي المرح، الخماسي اللذيذ. تمام. طيب لو حطينا الخمس حاجات دول مرة واحدة على بعض مش هنفهم أي حاجة في الدنيا خالص، فعلشان كده هنبدأ ناخدهم حاجة في حاجة. أول حاجة أعمل حاجة الـ ECG. تمام؟ الـ ECG عندنا B ثم QRS، بس أنا هنخليها الـ RS بس، ثم T. حلو؟ رسمنا الـ ECG أول حاجة. تاني حاجة نركب عليه إيه؟ تاني حاجة هنركب عليه الـ heart sounds أو الفيزس الأول، سيستول. يبدأ السيستول من أول الآر من هنا كده، صح؟ وينتهي مع نهاية الـ T. دي depolarization ودي repolarization، كهربا داخلة كهربا طالعة. جميل. مع السيستول، مع السيستول الفنتركل بيضخ، وما يضخ يقفل اللي بينه وبين الاتريوم ويفتح اللي بينه وبين الفيسل، فيفتح الاورتيك فالف والبلمونري فالف. تمام. فيدينا الفيرست هارت ساوند. جميل. ده بداية السيستول. كونتراكشن، فنتريكولار بريشر بيعلى، يقفل لي الاي في فالفز ويفتح لي الاورتا والبلمونري. تمام. الاي في فالف الاتريو فنتريكولار، ما بين الاتريوم وما بين الفنتريكل اللي هما الميترال والترايكاسب. في الطبيعي الفالف اللي يقفل تسمع صوته، اللي يفتح ما يسمعش صوته. جميل. وده بيحصل هنا مع الار وي. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا في الفيز الاولاني اللي هو الايزومتريك. تمام. بتاع ده وبتاع ده، طبعا هنا السيستولي هنا، صح؟ من هنا لهنا كده، ثم الدايستولي بيبدا بقى من هنا وانت طالع. فادي اول فيز في الدايستولي، وهنا ده الايجكشن طبعا، وده الايزومتريك كونتراكشن، ايزوفوليميك كونتراكشن والايزوفوليميك ريلاكسيشن اللي هو بيشد نفسه. ماشي. جميل. وهنا الجزء ده هيبقى الدايستولي هنا والدايستولي هنا. جميل. علشان نفهم الدايستولي بقى شويه، هو ده جزء في الدايستول وده جزء في الدايستول، هنحتاج نرسم اخوهم الثاني اللي هو سنترال فيروس بريشر ويف. بص يا حاج، السي في بي زي ما بنسميه او السنترال فينوس بريشر، ما نيجي نرسمه هنحط السكيل بتاعنا كده، واتفقنا اكس واي تو ذا سكاي واكس يمين وشمال. هنا ده التايم طبعا. تمام. وهنا ده البريشر، شو سي في سنترال فينوس بريشر، هنا الضغط. جميل. بيبقى من كام لكام؟ 5 ل 10 الرينج اللي احنا هنتحرك فيه. تمام. مليمتر مركري. اثناء السيستول اللذيذ بتاعنا ده هنلاقي عندنا هنا حاجه بتحصل في الاتريوم، واثناء الدايستول عندنا هنا برضو حاجة بتحصل. السهمين دول مهمين.
تمام. بص في بداية السيستول هنا، في بداية السيستول هنا الفنتركل كونتراكتد صح؟ زي ما احنا قلنا هنا ادي الفنتركل اهو، ده مثلا بالمونري ارتري مع الرايت سايد وده الترايكسبت. فانت هنا حصل سيستول قفل كونتراكشن كده، فالبريشر هنا علي، ده فتح ده رزع قفل. فده سيادتك كان مرزع قفل نط لفوق كده شويه فرفع لي البريشر هنا، كانه إيه؟ حد زق الباب لجوه شويه، فهيعمل لي هنا زي بوزيتيف ويف صغننه كده، هنسميها السي ويف. جميل جميل. بعد كده الدنيا هنا فضيت، فبيحصل عندي ان في الايزومتريك ريلاكسيشن الاولاني شدينا، وبعديها الفنتركل بدا ايه يكونتراكت. ف يعني اول لحظه اول ما بدانا قفلنا هنا فضغطنا فوق سيكا كده، عملنا الويفاس وغنرنا، وبعد كده الفنتركل بدا يلم نفسه ويطلع من هنا، فالبريشر بدا يقل، فطبعا بالتبعيه من جوهر السعيد يسعد. فانت دلوقتي البريشر هنا بدا يقل لان انت بدات تطلع من هنا والدنيا وسعت، فهيبدا البريشر هنا ينزل شويه، فده بيسموه الديسند الاولاني. جميل. بعد الديسند الاولاني ده بنسميه الاكس، بيبدا الفينس ريتيرن، خلاص خلص السيستول تماما تمام، وبدا الفينس ريتيرن ايزومتريك ريلاكسيشن، وبدا الفينس ريتيرن يجي معاه، فهيبدا البريشر تمام. بدانا الايه البريشر هنا لما نزل بدا يسحب من هنا تمام خلال الفتره دي، فالشويه اللي نزلهم في الاول نتيجه ان الفنتركل بيفضي فمريحه، بدا الفينس ريتيرن يزوده لحد ما بيوصل تمام لاعلى درجه ليه هنا في بدايه الدايستول اللي هي الفي ويف بتاعت الفينس ريتيرن. جميل. يبقى ادي الاتريوم تمام، وادي الفينس ريتيرن، وادي السيستول، وادي الفنتركل جنبه كده، هنرسمها بطريقه بلدي علشان نستوعب. فاحنا قلنا سي اول ما بدا الايزومتريك كونتراكشن الدنيا شدت، كان فاتح وبيجيب بينزل الفينوس ريتيرن، فراح تك مره واحده شد، فالتكه دي عملت لي السي ويف. بعد كده الفنتركل بدا ينضغط ويخرج من هنا، فضغطته دي ريحت لي شويه الاتريوم، كبر لان هي بدات تشد كده، فبدا البريشر جوه يقل اللي هي نزوله الاكس دي، نزولته دي بدات تسحب الفينوس ريتيرن من هنا. جميل. فبدات تعوض شويه لحد ما وصلنا ان هوب وقفنا خلاص هنريح اهو، مرحله التريح هتبدا. فاللحظه اللي قبل مرحله التريح دي اريح حاجه، الفنت الفلفات قفلت، ده قفل وده قفل واحنا مريحين، فخلاص الفينس مش هي البريشر مش هيعلى اكتر من كده، هوب راح فاتح لي تاني، بريشر هنا عالي صح، وده راح فاتح. فاول ما يفتح يقوم ده نازل مفضي مالي بسرعه الفنتركل، فيقوم عامل لي الديسند التاني تمام اللي هو الواي تمام. وزي ما قلنا في الاول بيبقى بتفضي جامد، بعد كده التفضيه بتقل، بعد كده يفضل البق، البق ده هيبقى قصادنا هنا في عند البي ويف اللي هي بتاع الاتريال كونتراكشن، هتلاقي ان انا بدايه نهايه الواي اهي هوب في كونتراكشن، فاضل شويه دم هنا، فيقوم الاتريوم من كونتراكت عليهم علشان يفضي خالص نهائي، فعمل لي البوز بتاعه وعمل لي كونتراكشن وبدا يفضي، هوب ترايكاسبت فالف قفل بتاع شد اللي هي اول مرحله هنا خالص، تك تك تك، يقوم عامل لي سنه بس كده عليه اللي هي السي، فاصبح عندي الاي ويف سي ويف اكس في واي تمام. اتمنى انها تكون واضحه. دي اول مرحله، احنا كده قلنا الاي سي جي، وقلنا ده هيبقى اس 1 هنا واس 2 هنا اللي هي اصوات الفالف لما بتقفل وبتفتح تمام، وبعد كده السي في بي الويفز بتاعته. احمد كان زايد في يومنا، يعني احمد في اليوم بتاعنا كان زايد، وقلنا دي اتريال كونتراكشن، دي كلوجر اوف ذا ترايكاسبيد، بدايه الايزومتريك ايزوفوليميك كونتراكشن، بعد كده ديت السيستول
لما الفنتريكل بيشد لهناك فبيريح لي على الاتريوم، فالبريشر يبدأ ينزل، فده يساعد لي ان الفينوس ريتيرن يبدأ يزيد يزيد يزيد، فبعد ما نزل يبدأ يعلى، هوب الفالفين قفلوا، ده قافل وده قافل بس ده لسه هيفتح، فاحنا فوق خالص، هوب ده فتح، فيقوم ده واقع ايرلي ليت، فاضل بق اتريال كونتراكشن، قفلنا ترايكاسبيد قفل تاني. اتمنى كده تكون ايه واضحه. ماشي طيب، فاضل عندي احنا قلنا السي في بي والاي سي جي في الخماسي المرئي، فاضل عندي ال في بريشر والاورتيك بريشر، تمام؟ هنرسمهم برضو مع بعض كده على السريع. وبعد كده قلنا اكس يمين وشمال، واي تو ذا سكاي، هنا هنحط البريشر، تمام؟ وهنا هنحط التايم، ثم الاي سي جي اللذيذ الذي يملا الحياه ب كيو، مفيش كيو، ار اس تي، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى يا عم الحاج؟ ال في بريشر، نبدا بال ال في بريشر، الضغط جوه الفنتريكل، جوه الفنتريكل، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ سوري معلش، لان في بريشر بيبقى فيري لو ديورنج الفتره دي، السيستول هيبدا هنا اهو وهينتهي هنا، يبدا معايا هنا البريشر واطي من 0 ل 20 لحد 20 اللي هو ايه؟ ال في بريشر جوه الفنتركل اثناء الدايستول، تمام؟ بيزيد حاجه بسيطه نتيجه ال الفينوس ريتير، احنا كده جوه الفنتركل اهو، تمام؟ وفاتحين الترايكاسبيد او فاتحين الميترال وده بيعبي، فالبريشر هنا ودايستول ومريح وعمال بيملى بالتدريج، فالبريشر بيعلى فيري سلولي. جميل، 5 10 حاجه بسيطه جدا يعني، تمام؟ بعد كده يبدا السيستول يقفل لنا الترايكاسبيد، تمام؟ والبريشر بيعلى هنا دراماتيك قوي، تمام؟ خد بالك احنا هنرسم ان احنا عندنا في هنا فيز الاولاني ده، ثواني عشان بس نرسمه كويس، بلونتين اللي هو ايه؟ الايزومتريك، الايزوفوليميك او الايزومتريك، الجزء الاولاني ده، الجزء ده ان هو احنا الدنيا شدت ولكن لسه مفيش فالفات فتحت، تمام؟ تمام، الدنيا شدت بس مفيش فالفات فتحت. طيب لو انا دلوقتي هرسم الاورطة، رسم ازرق الاورطة، جميل، قول هنبدا هنا مثلا من عند 100، ده الدايستول اهو، وبينزل الضغط في الاورطة كي لحد هنا، كل ده الاورطة قافل، صح؟ يعني الجزء ده الأورطة قافل، تمام؟ قول مثلا هنا لحد 80. ليه أنا برسم دي؟ علشان أميز لكم حاجة برضو هنا مهمة جدا، إن خد بالك من أول الفيز، الفيز اللي هو ملوش 30 أم لازمة ده بالنسبة لنا في الكلينيكال خالص في الحياة، ولكن اللي على اللي علا فيه لما تيجي ترسمه كده، ترسم ال ال في، ال ال في بيعلى فيه دراماتيك جدا لحد ما يتقابل هو والأورطة هنا، من النقطة دي ال ال في يبدأ يكمل، حلو، لحد ما يوصل للماكسيموم هنا اللي هو ال 120، تمام؟ خدوا بالكم هي دي مشكلة الفسيولوجي، تمام؟ هنا التون اللي زاد، فطالما التون اللي زاد والفلفات قافلة يبقى الأورطة قافل لأن مفيش فلو حصل منه، البريشر لسه زي ما هو، ولكن ال ال في بريشر هو اللي علي لأن التون زاد جوه، فيفضل التون يزيد 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 لحد ما البريشر جوه هنا يوصل لي 80، اول ما يوصل 80 هوب يفتح الاورطه. طبعا الكلام ده بياخد ايه؟ جزء من الثانيه ولا حاجه، ولكن في الفسيولوجي مهم. ماشي. طيب وصل لحد الماكسيموم 120، الاورطه الايه بريشر في المرحله دي بيعمل ايه؟ سوري الاورتيك بريشر.
اورتك بريشر عند النقطه دي يبدا يفتح، ولحد ما نوصل للماكس بيبقى هو اقل سنه من ال ال في بريشر. ليه؟ ما هو لو ال في بريشر بقى اقل منه مفيش فلو، اما الاثنين يوصلوا ماكسيمم مع بعض خلاص ده الماكس. بعد كده الاورطه يبدا ينزل مع الثاني برضه لحد ما نوصل عند النقطه اللي هيرجعوا يفرقوا بعض فيها. جميل، نرسمها بالاصفر. معلش الحتت دي، بص كل ده كلام فيسيولوجي مش كلام كلينيك. ادي الحته الاصفر اهو اللي احنا الجزء اللي هيحصل فيه ايه؟ تغير في البريشر، بس الفالفات قافله، وطالما الفالفات قافله يبقى هيحصل تغير جوه البريشر من غير ما يحصل تغير في الفلو. الفلو اشوفه في الاورطه تمام، البريشر اشوفه في ال في بريشر. فينزل عندي هنا ال في دايما هو اعلى من الاورطه. ليه؟ علشان يحصل فلو. ما هو لو ال في بريشر في كل مراحله في السيستول لازم يبقى اعلى من الاورتك بريشر عشان الدم يتحرك ما بينهم. النقطه بس اللي هم الاثنين بيوصلوا فيها ماكسيمم هم الاثنين بيبقوا قد بعض هنا. جميل، اول هنا الفلفات هتقفل، طيب اما الفلفات تقفل يحصل لي ايه في ال في بريشر؟ ريلاكسيشن عنيف لحد اول ما يفتح لي الميترال او ترايكاسبيد ويبدا يخش في ال في ويبدا الفينوس ريتيرن يزوده. فهنا دي تبقى اقل شويه من دي، دي يعني هيفتح عند بريشر اقل شويه من ده. جميل، الاورطه هنا اعمل حك، خد بالك هنا خلاص الاورطه هنا هيقفل، فهيحصل اول ما يبدا ده يقفل الاورطه فيعمل لي ايه؟ الريباوند الحته العاليه دي النوتش بتاعنا صح؟ وبعد كده يبدا الاورطه بريشر فيه ينزل سيكا لحد 80 تمام، يفضل ينزل ويكمل من هنا النزول لحد 80 ويديني الدايستوليك نوتش. هنا قلنا الاصفر ده الفالفات قافله، فالال في بريشر يعني البريشر جوه هنا جوه الفنتركل هينزل لحد ما يبقى واطي خالص، اقل كمان من البريشر هنا في الاتريوم عند النقطه دي فيفتح، فيقوم فاتح لي الفالف فيقوم ده داخل صح. وهنا اما الاورطه يقفل يديني السكند هارت ساوند تمام. اول ما يبدا بيبقى البريشر قليل، يبدا يعبي يعبي فيبدا البريشر يعلى شويه 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 لحد ما يبدا الكونتراكشن. اول ما يبدا الكونتراكشن يقفل لي هنا اللي قلنا بيدنا عندها السي ويف صح، ترايكاسب ده يعلى، بس الاورطه لسه الاورطه مش هيبدا يزيد فيه البريشر غير لما يفتح لما الفيز ده يخلص تمام. هي تريكي شويه ولكن انا اظن ان احنا كده فرقناهم من بعض، فهمنا ده بيبقى شكله عامل ازاي. ده فيز 1 او ال في فيز 1 اللي هو الدايستول. جميل، يفضل من اول قليل خالص يملى 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 هوب لحد بيبقى عند ايزو فوليميك كونتراكشن، يزيد البريشر جوه ال في لحد ما هنا يفتح لي الاورطه. اول ما يفتح الاورطه او ما هو هنا وصل لهنا اول ما هنا يعلى شويه، خد بالك انت البريشر كان 20 30 40 50 60 زي هوب وصل هنا بقى اعلى من الاورطه، يفتح لي الاورطه ويفضل هو اعلى من الاورطه لحد الاثنين ما يبقوا ماكسيمم. اما يبدا ينزل يبقى برضه اعلى من الاورطه عشان الفلو يبقى شغال لحد ما يبقى هنا اقل من انه يقدر يفتح الاورطه، فيبقى الاورطه قافل ويفضل هو ينزل في الريلاكسيشن في الايزوفوليميك كونتراكشن لحد ما يفتح هنا الايه؟ يفتح هنا الميترال فالف او الترايكاسبيد فالف. واما يفتح لا هنا مش هيبقى ترايكاسبيد ميترال، احنا بنتكلم سيستميك، هيبدا الحج ده تمام يملى بقى بالتدريج فيعلى تاني. وهنا اول ما الاورطه يقفل يحصل الايه؟ الكونتراكشن اللي هو ايه؟ الريكويل بتاعه، فيديني السنه دي بتاع الدايجروتيك نوتش بتاع الاورطه وينزل بعد كده جراديول لحد ما يوصل لي 80 في بدايه السايكل اللي بعدها هنا علشان يفتح تاني لما البريشر تحت يعلى. جميل، اخر حاجه بقى في المرحله دي كلها هنرسم حاجه اسمه بريشر فوليوم لوب. واي تو ذا سكاي واكس يمين وشمال، والواي دي عليها البريشر تمام والاكس عليها الفوليوم. الفوليوم ده احنا بنقيس اللوب جوه الفنتركل
في عندنا ليفت فينتريكل ورايت فينتريكل. احنا ال في بريشر دلوقتي كل ما الفوليوم جوه ال في بيتغير كل ما البريشر جواه بيتغير. تمام. طيب احنا هنا هنبدا بالمرحله دي، هنبدا من تحت من هنا كده، بريشر هنا تمام في النقطه دي كده اللي هنبدا بيه. ماشي، ايه اللي بيحصل في النقطه دي يا عم حلواني؟ ورا وقلم مسكت كله اكتب ورايا. اللي بيحصل هنا عند النقطه دي الام الميترال فالف هنا هيفتح، بدايه الليله بتاعتنا اول ما الميترال فالف بيفتح يحصل لي ايه في الفوليوم جوه الفنتريكل؟ الفوليوم هيزيد صح. طب هل البريشر هيعلى؟ لا هيعلى بس حاجه بسيطه قوي لحد ما نوصل لهنا اللي هنسميه الاند دايستول، بنهايه الدايستول هنا. فده يبقى عندي فوليوم عند تقريبا 120، ده اللي هو الاند دايستوليك فوليوم، وقصاده الناحيه الثانيه هيدينا هنا اند دايستوليك بريشر. تمام، بريشر صح، هيبقى حوالي كام؟ اقل من 20، احنا اتفقنا ان هو فوق 20، فانت بتتكلم 5 10 تمام. اند دايستوليك بريشر بدانا من هنا من كام؟ هنقول من 50 عشان نبقى الارقام سهله. تمام، ده اللي هو الاند سيستوليك فوليوم. يبقى الفنتركل اهو في نهايه ال في نهايه الدايستول، في بدايه سوري الدايستول، شكله عامل ازاي؟ واسع كده وجميل تمام، بس ما فيهوش فوليوم كتير لسه، في 50، فيقعد يملى وحجمه يكبر لحد ما يملى لي 120، والبريشر هنا بيبقى له وهنا بيبقى سلايتلي هاير، حاجه بسيطه جدا، فرق مثلا 10 ولا حاجه. ده الدايستول. هوب كلوب شنكرباح، ايه اللي حصل في نهايه الدايستول؟ يحصل عندي كونتراكشن. كونتراكشن فالبريشر يعلى جامد 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 جامد، احنا هنا قصدنا هنا البريشر بيعلى لحد عند نقطه معينه اللي هيفتح عندها الاورطه. هوب ان البريشر جوه هنا حصل كونتراكشن اهو، ففضل يعلي لي الاول البريشر، اداني دي اللي هي الايزو فوليميك كونتراكشن، ففضل البريشر هنا يعلى 5 10 15 20 30 80 هوب وصل لحد ايه 90 مثلا 80 90 يفتح الاورطه. جميل، قلنا 80 90 مثلا فتح الاورطه. اول ما يفتح الاورطه خلاص البالونه اللي كانت منفوخه هنا بدات تسرب، فيبدا البريشر ينزل، يبدا سوري الفوليوم ينزل، ولكن لسه البريشر بيعلى بيعلى ويبدا ينزل تاني. ليه؟ انت عمال بتضغط بتضغط بتضغط، فانت البريشر عندك الفوليوم بيقل، الفوليوم اللي جوه عمال بيفضى تمام، بس لسه نتيجه قوه الكونتراكشن انت لسه بعد كده يبدا يقل بقى، خلاص ما عادش في كونتراكشن، ما عادش في حاجه بتضخها، فتوصل لحته معينه تمام ويبدا البريشر جواك ينزل، فهوب الاورطه يقفل عند النقطه دي وتبدا انت سيادتك تريح. طب التريحه ده هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها ديكريز رهيب في البريشر. البريشر اهو قلنا مثلا ينزل من 120 انت عند ده سيستول لحد ما ينزل تحت اللي هو الاند دايستوليك بريشر اللي هو 10 15 مثلا تمام، نزل بس لسه ما فيش اي فوليوم دخل، فده ايزو فوليميك ريلاكسيشن. كل ده احنا بنتكلم جوه ال في تمام. يبقى في الدايستولي تحت، السيستولي فوق، ايزو فوليميك كونتراكشن، ايزو فوليميك ريلاكسيشن تمام. طيب اللوب ده عندنا أربع حاجات هتأثر في شكله. جميل؟ أول حاجة لو أنا زودت البريلود تمام؟ فأنا بملى 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 وبعد كده بطلع وبعد كده بعمل كونتراكشن وبعد كده بنزل، صح؟ ده اللوب بتاعه. ده نازل أهو، ده طالع وفهمناه. طيب لو أنا دلوقتي زودت البريلود، البريلود يعني بزود ايه؟ فوليوم. ال LV اتملى اكتر، اتملى اكتر. صح؟ فهيبقى الكونتراكشن بتاعه اقوى.
فده بيسموه وايد وايدنينج، ولكن تو ذا رايت. خدوا بالكم ده هيعلى شويه، يعني فالبريشر هنا هيعلى شويه عن اللي هنا. سوري، يعني هنا دي مثلا دي الاند دايستوليك بريشر هنا، وده الاند سوري فوليوم، وده الاند دايستوليك فوليوم الجديد لان البريلود زاد، فكميه الدم اللي وصلت للفنتريكل ازيد، زادت بريشر حاجه بسيطه. ماشي. طيب لو الافتر لود بقى، الافتر لود يعني اللي طالع من الهارت هو اللي حصل فيه المشاكل. نرسم الكيرف اهو، ده الكيرف اللذيذ بتاعنا استاذنا، كيرف اللذيذ. طيب الافتر لود بقى يحصل لنا ايه؟ اللي هيحصل يا الحاج ان انت في ريزيستنس، صح؟ فانت اول حاجه مش عارف الاورطه اللي انت كنت هنا طالع ضد الاورطه وعامل لنا فيها السبع رجاله، تمام؟ ما عدتش بسهوله. فاكرين هنا لما قلنا الاورطه بيقفل هنا وبيفتح هنا؟ طب سيادتك اما الاورطه يبقى البريشر بتاعه عالي فهيقفل بدري، اما الافتر لود يبقى عالي فالفرق ما بين اللي جوه ال في والاورطه بره يبقى قليل فهيقفل بدري، فيحصل كده. وده برضو شيفت تو ذا رايت، يبقى ده تو ذا رايت وده تو ذا رايت، بس ده بقى وايد وده بقى نارو. جميل. الكيرف الرابع اما الكونتراكتيليتي بتزيد. طيب ادي اهو كيرف الامور بتاعنا، كيرف الناس الطيبين المحنكين يمتنعون كما قال ابن الحلواني. كونتراكتيليتي اما تزيد، كونتراكتيليتي اما تزيد بتخليك لا ده انا هاخد يعني سوري مش يعني لا مش كده مش كده سوري ده انا عايز ارسم الكيرف بطريقه اظرف علشان تبان فيها الموضوع احسن. ادي الكيرف اهو اوكي، وهنا ده ميترال فالف فتح اند دايستوليك فوليوم، اورطة فتح هنا الاورطة قفل، بعد كده ايه عزمتك ريلاكسيشن. اللي بيحصل بقى لما الكونتراكتيليتي تتحسن اللي هي عكس هنا، فالهارت هيفضي اكتر، فانت تقريبا عكس اللي بيحصل في البريلود. البريلود انت بتبدا بحجم كبير، هنا لا انت هتبدا بحجم اقل من الطبيعي. تاني حاجه كونتراكتيليتي لما بتتحسن الاورطه هنا اللي كان عامل سيطره وبيقفل بدري علشان فرق بينك وبينه قليل، لا يعمل حاجه ده هيقفل متاخر حضرتك، لان احنا كونتراكتيليتي بتاعتنا قويه فاحنا البريشر بتاعنا اقوى والفلو بتاعنا اقوى، فهتلاقي الكيرف بقى عامل كده. تمام، بقى وايد وتو ذا ليفت، ده بتاع الكونتراكتيليتي. احيانا يعملوا ايه حركه كده بيرسموا هنا زي حاجه ايه تانجنشال كده مماس، فيقول لك المماس ده لو راح كده يبقى الكونتراكتيليتي اتحسنت، لو نزل كده يبقى الكونتراكتيليتي قلت زي هنا كده مثلا. تمام، جميل. اخر حاجه بتاع الاسكيميك او الفيلينج هارت بقى، بص يا عم الحاج علشان برضو نفهمه، ادي الاند دايستوليك فوليوم، كل ما بيزيد الاند دايستوليك فوليوم صح كل ما بيزيد كده كل ما البريشر بيزيد حاجه بسيطه لحد درجة معينة، بعدها أي زيادة في الإند دايستوليك فوليوم مع الهارت بقى إيه خد من التالي أنت عمال تملا 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 وهو إيه ماشي بيستوعب، عند مرحلة معينة ما يقدرش يستوعب، فتلاقي شوية فوليوم زيادة بيعملوا لك زيادة كبيرة في الكيرف ده. طيب ده علاقته إيه بالكيرف بتاعنا؟ لو أنا بقى عندي فيلينج هارت، تمام، فهو رقم واحد الهارت ده متبقي فيه بلاد كتير من السايكل اللي فاتت، فانت بادئ من هنا ودخل له الفينوس ريتيرن فهو رفعه لحد هنا. جميل، رفع مش عارف يفتح ضد الاورطه فبقى صغنن وبقى عامل كده، فهو الكيرف كله سيادتك اترحل وايه وصغر، ده الكيرف بتاع الفيلينج هارت. تمام كده نبقى احنا خلصنا اول محاضره لينا في الكارديا فيسيولوجي مع اخوكم ابراهيم الحلواني.
أرجو إنها تكون محاضرة كانت لذيذة وسهلة وممتعة. وأي حاجة مستنيينكم على جروب الواتس، مستنيينكم على الشعبة، مستنيينكم على اليوتيوب. جزاكم الله خيرا، ونلتقي على خير دائما، ونشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.